مساء الخير على اجمل المشاهدين مشاهدين ارابوت في كل مكان في حلقه جديده دايما مليانه بالاخبار الحصريه والفنيه من كل الوطن العربي. مساء الخير يا فاروق. ازيك يا ايه؟ الحمد لله. اهم واخر الاخبار الفنيه والحصريه فقط في ارابوت. وكمان ما تنسوش تتابعونا وتشاركونا من خلال مواقعنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. يلا بينا نبدا حياتنا معاكم بالهايلايت. اشتباك الفيلم المصري المرشح لاوسكار افضل فيلم اجنبي. بدات التحضيرات النهائيه للدوره 32 لمهرجان الاسكندريه. كاميرا عربوت في حفل ختام مهرجان القلعه للموسيقى والغناء. فيلم سوسايد سكواد يحقق اعلى ايرادات السينما الامريكيه. ولقاء حصري عربوت مع الفنان طلعت زكريا. اعلنت نقابه السينمائيين برئاسه مسعد فوده عن اختيار فيلم اشتباك للمنافسه السنه دي في مسابقه الاوسكار العالميه في فئه افضل فيلم اجنبي. وحصل فيلم اشتباك على 8 اصوات من اجمالي 17 صوت قاموا بالتصويت للفيلم. واللجنه شكلتها نقابه السينمائيين وكان من ابرز اعضائها الناقد طارق الشناوي والدكتور خالد عبد الجليل ومدير التصوير سامح سليم والمخرج خالد يوسف. وصل السنة دي 30 فيلم مصري للنهائيات وكانت آخر الأفلام المرشحة للمشاركة في الأوسكار السنة دي فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن ليسري نصر الله وفيلم باب الوداع لكريم حنفي ونوارة لهالة خليل. لكن في النهاية حصل فيلم اشتباك على أعلى تصويت من اللجنة. وفيلم اشتباك من بطولة نيلي كريم وهاني عادل وأحمد داش وأحمد مالك وطارق عبد العزيز والإخراج لمحمد دياب ومن تأليف شيرين وخالد دياب. وتم تصوير معظم مشاهد فيلم اشتباك في مساحة ما زادتش عن 8 أمتار داخل عربية ترحيلات شرطة وكان جواها أشخاص مسجونين مختلفين في آرائهم وأفكارهم السياسية. وعربية الترحيلات كانت مثال مصغر لمصر. وفيلم اشتباك اتعرض في دور العرض المصرية وقدر كمان يحقق إيرادات متوسطة. وارد كمان السنة دي والأول مرة في فعاليات مهرجان كان الأخيرة في دورته 69. وبالرغم أن الكل أشاب الفيلم ولكن الفيلم ما حصلش على أي جوائز. الفيلم بيعبر عن وجهة نظر الجميع فلازم هيضايق بعض أجزاء من الناس ورغم كده أدعي أن كل اللي شافوا الفيلم ما تكلموش عليه وحش. كل الكلام اللي طالع على من الناس طالع من الناس ما شافتش الفيلم. وأتمنى ده يشجع الجمهور أنه يخش ويقرر رأيه بنفسه ما يخليش حد هو وصي عليه. ويقول له رأيه. اشتباك أنا هكني هو التيمة نفسها والموضوع نفسه مرهق جدا. التصوير طبعا بكل الحدوتة اللي بتحصل في الفيلم كل موقف فيها كان مرهق قوي. فيلم إنساني، فيلم بيتكلم عن قضية إنسانية وبيحاول يوجد طريقة حوار ما بين الناس مع اختلاف وجهات نظرهم. انه لما بيتحطوا في ازمه واحده مع بعض كلهم بيفكروا ازاي يطلعوا من الازمه دي. بنتمنى ان فيلم اشتباك يكون حظه افضل السنه دي في مهرجان الاوسكار. من يومين نزل البرومو الرسمي لفيلم عشان خارجين. والفيلم بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم وهيعرض في موسم عيد الأضحى اللي جاي وهينافس كمان مع 4 أفلام تانيين. وكشف البرومو الأول للفيلم عن المواقف الكوميدية اللي جوه أحداث الفيلم وظهر حسن الرداد في البرومو بأكتر من شخصية ومنها شخصية الفنان يوسف منصور في فيلم قبضة الهلال. وكمان اتريقة الفنانة إيمي سمير غانم على الفنان بيومي فؤاد بسبب كثرة وجوده في الأعمال الفنية ومطاردته للمشاهدين في السينما والتلفزيون. هو أنت إزاي بتطلع لنا في كل حتة في نفس الوقت زي الفنان بيومي فؤاد؟ فكني يا رمزي عايز أعمل بيبي. هزقك وأعملها في البول. بول؟ الحقوني ده طلع بيقول بول. واضح إننا قدام حالة أنتينال واضحة. كنت لابسها فين دي يا شاي؟ انت عايزه اللي يربيكي. وبيقدم المطرب الشعبي محمود الليسي والمطربه بوسي الاغنيه دعائيه لفيلم عشان خارجين وشاركهم في غنائها ابطال الفيلم حسن رداد وايمي سمير غانم. بتدور قصه الفيلم في اطار اجتماعي كوميدي عن موظف فاشل بيدور على فرصه شغل عشان يتجوز من البنت اللي بيحبها وبيتعرض كمان لمواقف كتيره جدا. وحصل الفيلم من ايام على تصريح رقابي بالعرض في دور العرض في مصر والدول العربيه بدون اي ملحوظات رقابيه. وبيشارك في بطوله فيلم عشان خارجين الفنان بيومي فؤاد وطاهر ابو ليلى وحنان سليمان ومحمد علي رزق ومصطفى محمود وعدد من ضيوف الشرف. ومنهم نسرين امين ومراد مكرم وضياء المرغني وايمن منصور والاخراج لخالد الحلفاوي. من ناحيه تانية نجح الفنان حسن رداد وايمي سمير غانم في تقديم ثنائي ناجح بعد ما قدموا مع بعض اكتر من فيلم ومسلسل منهم زنقه الستات واللي حقق ايرادات عاليه جدا وصلت ل 18 مليون جنيه. تغلط فيها عديها لكن تغلط في سميحه ما عديهاش. الله اكبر الراجل اخذ رصاصه في دماغه طلعت من صدره. انا هجيب الاربعه قدامه واكلهم على الاثنين. ياض الحلاوه دي خربت امك.
متوقع انه يكتشف افعالك الدنيئه. كلامك بقى كله بلح. ده انا حبيتك في الله حب هستيري. انت فاكرني محترم ولا ايه؟ ده انا اتبالغ. حلاوتك يا عم لولو يا نصاب. كله يقول بطيخ بطيخ. يا ترى ايه هي احدث افلام النجم غدا عادل؟ لو عاوزين تعرفوا خليكم معانا. بدأت التحضيرات النهائية للدورة الـ 32 لواحد من أهم المهرجانات العربية، وهو مهرجان الأسكندرية الدولي لحوض البحر المتوسط، واللي هيقام في الفترة من 21 لـ 27 سبتمبر الجاري. ورئيس المهرجان الصحفي والناقد الأمير أباظة إن الدورة الجديدة للمهرجان هتكون مليانة مفاجآت، وأهمها وجود الفنانة يسرى كضيف شرف للمهرجان، ومشاركة كمان 29 دولة من دول حوض البحر المتوسط، وعدد كمان من الدول العربية والأجنبية في الأقسام الخاصة للمهرجان. وهيتم تكريم عدد من الفنانين اللي أثروا على الحياة الفنية في الدورة الـ 32، منهم الفنان يوسف شعبان والفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم، والمخرج الكبير كمان محمد راضي، ومدير التصوير الفنان سمير فرج، والمنتج الكبير محسن عالم الدين. وهيشارك بقى في المسابقة الرسمية فيلمين من مصر، وهم فيلم روج واللي بيقوم ببطولته فاطمة ناصر وأمير صلاح الدين، ومن إخراج جون إكرام. ما كنتش حابب نوصل لكده. هو دينا وصل. بتنفذي اللي اتفقنا عليه. يعني احنا هطلع حرامي؟ روح انت هات وابقى انا بعدين. انا هاجي اعمل كل المكياج. على فكرة بقى، انا هحرق قلبك عليه. كده بتبوظي كل حاجة. عايز ابلغ عن جريمة قتل. والفيلم الثاني هو منطقة محظورة، من إخراج محمد فكري، وبطولة ياسمين عمر ومحمد فكري من مصر، ومن سوريا سارة نخلة وطارق عبيد، وحيتم عرض الفيلم ده في مسابقة نور الشريف. وتم اختيار السينما والمقاومة كشعار للمهرجان في الدورة دي، وتم اختيار ضيوف شرف من الدول اللي دفعت ثمن المقاومة ملايين من الشهداء. الدول دي زي اليونان، واللي نضلت ضد الاحتلال التركي، والجزائر وسوريا وفلسطين. وهيقيم المهرجان برنامج خاص لأفلام المقاومة بيضم أفلام من 7 دول عربية وكمان أجنبية. المهرجان هيكون فيه 6 مسابقات، وهم مسابقة للفيلم الروائي الطويل وهيشارك فيها 15 فيلم، ومسابقة الفيلم العربي القصير وهيشارك فيها 30 فيلم ما بين روائي ووثائقي، وكمان مسابقة الفيلم العربي الوثائقي الطويل وبيشارك فيها 13 فيلم، وكمان مسابقة نور الشريف للفيلم العربي الروائي الطويل وبيشارك فيها 15 فيلم. أما مسابقة محمد بيومي واللي بينظمها المهرجان لشباب الأسكندرية بيشارك فيها 20 فيلم وبيتقدم لها جوائز مالية قيمتها 16,000 جنيه، ده بالإضافة ل 10,000 جنيه مقدمة من نقابة المهن السينمائية. تفاصيل جديدة هنعرفها معاكم عن كليب النجم تامر حسني الجديد بعد شوية، خليكم معانا. ودلوقتي هنروح لأخبارنا، واللي هنبدأها مع تعاقد الفنانة غادة عادل رسميا على المشاركة في بطولة فيلم هروب اضطراري، واللي هتشارك في بطولته مع النجم أحمد السقا وأمير كرارة ومصطفى خاطر، والفيلم ده من تأليف محمد سيد بشير، أما الإخراج لأحمد خالد موسى. تعاقد المنتج محمد السبكي مع النجمة ياسمين عبد العزيز على بطولة فيلم سينمائي جديد هتقوم بتصويره الفترة اللي جاية. ولغاية دلوقتي لم تعلن ياسمين ولا الجهة المنتجة عن أي تفاصيل عن الفيلم، وقالوا انهم بعد ما هيستقروا على السيناريو والابطال هيعلنوا عن كل التفاصيل. انتهت الفنانه صابرين من تصوير مشاهد فيلمها الجديد الماس حر، واللي من المقرر عرضه ضمن موسم افلام عيد الاضحى، وصورت اخر مشاهده في مدينه شرم الشيخ لمده 13 يوم. فيلم الماس حر بطوله احمد حلمي، دنيا سمير غانم، صابرين، ميمي جمال، جميله عوض، بيومي فؤاد، وعدد كبير من النجوم. اما التاليف لمنى فوزي والاخراج لخالد مراي. تطرح الفنانة شيماء سعيد ألبومها الجديد حلم حياتك بعد ما طرحت كليب أغنية أحاسيس بنات، وهي الأغنية اللي تم تصويرها في تركيا،
والاغنيه كتب كلماتها نصر الدين ناجي ولحنها اشرف سالم ومن توزيع موسيقي مينو وكليب من اخراج كريم كباره. بدات الفنانه انجي ابو زيد تصوير دورها في مسلسل اختيار اجباري وقالت انها بتقدم دور شقيقه خالد سليم ضمن احداث العمل اللي بيعتمد على الاثاره والتشويق. مسلسل اختيار اجباري تاليف حازم متولي بطوله خالد سليم مي سليم احمد فهمي وكريم فهمي. انتهى النجم تامر حسني من تصوير اغنيه يا مالي عيني مع المخرج حسام الحسيني وهيعرضها خلال عيد الاضحى. واستغرق تصوير الاغنيه يومين في بيروت ويوم واحد في القاهره. بريك وهنرجع نكمل مع بعض باقي فقراتنا في اربو. الفنانه ريم البارودي استخدمت خدمه اللايف الجديده على الفيسبوك، وده كان وقت البريك من تصوير المسلسل التلفزيوني الجديد سبع بنات من اخراج محمد النقلي، واتكلمت عن المسلسل وكمان صعوبات التصوير فيه. كمان عرضت ريم البارودي صوره من كواليس التصوير مع عدد من نجمات المسلسل، وكان ظاهر معاها في الصوره فريال يوسف، مريهان حسين، وطارق عماد، ودنيا المصري، وآية العاصي اخت الفنانه ايمان العاصي، وكمان الفنانه علا غانم. السبب الاساسي ان ريم تعرض الفيديو والصور دي انها بتحتفل بانتهاء تصويرها من الديكور اللي كانوا موجودين فيه، لكن بقيت زميلاتها لسه بيكملوا تصوير في نفس الديكور، وكل ممثله منهم كشفت عن اسم الشخصيه اللي بتقدمها وسط تعليقات كتيره من فانز ريم وكمان طبعا محبين باقي الفنانين. والمسلسل بتدور احداثه في قالب درامي اجتماعي عن سبع شقيقات لكل منهم مشاكلها واحلامها الخاصه مع اختلاف تركيبات الشخصيه. ريم البارودي بتقدم دور البنت الطموحه اللي بتستخدم كل الوسائل المشروعه لتحقيق احلامها، على عكس طارق عماد اللي بتقدم الفتاه المضحيه لاسعاد الاخرين. السبع قصص لبنات موجودين حقيقيين، يعني موجودين، مفيش حاجه اكستريم، مفيش حاجه بعيده عن الواقع، بيناقش قضايا مهمه جدا جدا للبنات، مسلسل اسري جدا جدا في نفس الوقت. سبع اخوات، تخيلي سبع بنات اخوات، معايا نجمات اول مره اشتغل معاهم، مبسوطه جدا اني بشتغل معاهم، معايا نجمات اشتغلت معاهم قبل كده. يعني هي مختلفه شويه، هي شخصيه عمليه جدا جدا، منى شخصيه عمليه جدا جدا، عكس كتير من اخواتها، عايزه تشتغل، اصرارها ما اعرفش هيودينا لفين، ده هتكشفه الحلقات طبعا. انا بحب استاذ محمد النقلي جدا واشتغلت معاه اكتر من عمل، وبحب طريقته في الشغل والسرعه اللي عنده وحبه للفنان. مسلسل اول مره اشتغل في ورق احمد صبحي، كنا نشتغل اكتر من مره من بعض بس ما اشتغلناش. ومريان حسين بتقوم بدور الفتاه الشريره، اما فريال يوسف فبتقدم البنت الرومانسيه اللي بتدور على الحب والاستقرار لكنها بتعاني من الفراغ العاطفي حواليها. انا بحضر على قدم وساق، يعني اللوك والطله والشكل، لان بنت حاره بس متعلمه وبتكتب شعر. شخصيه سمر شخصيه مختلفه ما قدمتهاش قبل كده، يعني بنت رومانسية جدا بتعاني معاناة اجتماعية، باباها فقير بتعيش في حارة، عندها اخوات بنات كتير، كل واحدة ليها معاناة معينة، كل واحدة ليها خط اجتماعي صعب، تضطر انها تتجوز من حد غني بس هتعيش معاناة كبيرة جدا بعد الجواز دي. شخصية حلوة زي ما قلت لك، بتكتب شعر، حاجة جديدة أنا مبسوطة بيها. وكانت الفنانة هالة الزاهد المفروض تكون من بيت بطاطا المسلسل، لكنها اعتذرت عنه بسبب ارتباطها بعروض مسرحية أهل رمضان. أنا رفضت مسلسل للأسف، لأن اللي هو سبع بنات بتاع إخراج محمد النقلي، لأن أنا ما عنديش وقت، يعني في أنا مفروض مع تامر مرسي، المنتج تامر مرسي في رمضان الجاي في كذا حاجة، يعني لسه بس يعني ما مضتش يعني. لكن في حاجات كتير فمش عارفة أعمل السبع بنات دلوقتي. لا، وكمان المسرح كان سبب إن أنا ما عرفتش إن أنا أمضي السبع بنات مع أستاذ محمد النقلي، واعتذرت له وكنت متضايقة قوي عشان كان هو نفسه يعني أبقى معايا وأنا كنت نفسي أبقى معايا بس ما عرفتش. مسلسل سبع بنات انتهى من كتابته السيناريست أحمد صبحي والمنتج ممدوح شاهين، وعد بإنه هيكون مميز جدا وهيكون نقلة في الدراما المصرية، وبنتمنى أكيد النجاح للمسلسل. احمد حلمي ودنيا سمير غانم بيصوروا دلوقتي بوسترات فيلمهم الجديد الماس حر في شرم الشيخ، واللي اتصورت اغلب مشاهده هناك، واللي هيشارك ضمن موسم افلام عيد الاضحى اللي جاي. المنتج وليد صبري قال ان الفيلم هيكون جاهز للعرض في العيد، برغم من ان لغايه دلوقتي ما تمش عرض التريلر الخاص بيه او حتى افيشاته اللي لسه بتتصور. وكمان قال صبري ان الفيلم لسه هيدخل مراحل المونتاج والمكساج. فيلم الماس حر هو التعاون الثاني ما بين حلمي ودنيا سمير غانم، وده بعد ما قدمه قبل كده في فيلم اكس لارج سنه 2011، وكان معاهم ياسمين رئيس وكمان ايمي سمير غانم والفنان ابراهيم نصر، وكان من اخراج شريف عرفه ومن تاليف ايمن بهجت قمر. البنت بتحب الراجل
اللي لما تحتاج له تلاقيه واقف جنبها. انت عندي احلى من 100 توم كروز. مش هخس، مش هخس يا كان، وهفضل اكل وادخل لحد ما اموت. احمد حلمي اختار مدينه شرم الشيخ لتصوير فيلمه الجديد، وقال ان اختياره لشرم عشان تكون دعايه كويسه للسياحه بمدينه السلام، واستقبله محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودو بمجرد وصوله شرم الشيخ، وقدم لفريق عمل الفيلم كل التسهيلات عشان التصوير. احمد حلمي اخذ اجازه سريعه قبل البدايه في تصوير الفيلم، وكان نشر صور ليه مع زوجته منى زكي وياسمين رضا اخت الفنانه زينه على احد الشواطئ. ياسمين هي ستايلست وكانت شاركت في مسلسل ازمه نسب واللي كان من بطوله اختها زينه، وحقق نجاح كبير جدا في رمضان اللي فات. انا قريتك في منت وعرفت ان موضوع الحمل ده امريكاني. امريكاني ازاي يعني؟ في شنك كدب في كدب يعني. انا داخله الفيلا دي عشان اخد حق اللي في بطني. انا السنه معايا خلاص اتدفن، محدش يعرف عنه اي حاجه. اسمعي كلمي مره واحده في حياتك، اللي في بطنك ده هينزل. نبغى ايه من الجوازه العليه ودي غير الفقر والشحتفه؟ انت لسه جابك منين؟ جابك من الشارع، انت كنت ولا حاجه. فيلم الماس حر من اخراج خالد مرعي، وبيشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من ضمنهم الفنانه ميمي جمال وصابرين وبيومي فؤاد، وكمان جميل عوض وعدد كبير من الوجوه الشابه اللي تعود حلمي في كل افلامه انه يقدمها. فريق عمل الفيلم نجح في انه يتكتم عن تفاصيل العمل بشكل كامل، ومحدش كمان اتكلم عن دوره خالص، لكن الفنانه ميمي جمال قالت ان الكواليس كانت مليانه بالكوميديا وروح فريق العمل، وقالت كمان ان دورها مفاجاه لجمهورها اللي بترجع له بعد سنين طويله من الغياب. متوقعين زي ما تعودنا دايما من الفنان احمد حلمي اننا نشوف فيلم مختلف ويحقق بيه نجاح كبير، وزي ما تعودنا دايما ان افلام حلمي بتتناسب للاسره بكل اعمارها، وكمان بتقدم افكار جديده وكوميديه. النجمه غاده عبد الرازق بتنشر صورتها على انستجرام بلوج جديد، خليكم معانا. سعد المجرد بالرغم من تحقيقه لارقام قياسيه على اليوتيوب من خلال اغنيته انت معلم وانت باغيه واحد او ماشي ساهل او حتى غلطانه الاخيره، لكنه ما نجحش في انه يحصل على لقب سوبر ستار لما كان مشارك فيه سنه 2007، وكمان الحاصلين على اللقب ما حققوش نفس نجاح لمجرد. انا قلبي كنت بخاف علي، شفتك ما اعرفش جرالي، حبت وخلاص ما حسبتهاش ولا قلت لي كان حلم ده ولا كان خيال، لا ارتحت ولا بيرتاح لبال، ريحني وقول لي ازاي الباب هقدر عليه. شارك المجرد من فترة في حفلات أعياد بيروت، لكن المرة دي رجع سعد المجرد للبنان وهو نجم كبير بعد ما خرج من مشاركته في برنامج سوبر ستار في بيروت من 9 سنين. والله أكثر من مبسوط، أنا سعيد جدا وعندي ذكريات كثير في لبنان وذكريات انطلاقي من برنامج سوبر ستار في 2007. سعد المجرد بقى بيشارك دلوقتي في برامج المواهب ومنها برنامج ستار اكاديمي، واللي شارك فيه الموسم العاشر منه مع واحد من الشباب المتسابقين، وغنى اغنيته الشهيره انت باغيه واحد. انت باغيه واحد كل مبارك سهل مجرد ما يدوش تلعب علي العشرة بيعودش الهدرة يكون راجل لمرة لا بس انتي باغية واحد يكون دمه بارد ساكن دي مجامد غلطي ما يدويش. ودلوقتي هنروح لاخبار السوشيال ميديا، واللي هنبداها مع الفنانه اصاله اللي نشرت صوره ليها مع بنت شقيقها انس، واللي كتبت تحتيها بنت اخي سندي وشريكي انس رجعت اليوم للشام. الفنان ماجد المصري نشر صوره ليه من باريس مع صديق ليه على الانستجرام، وكتب وقال مساء الفل وحشتوني جدا انا في باريس. الفنانه غاده عبد الرازق نشرت صوره ليها على انستجرام بعد ما رجعت لون شعرها للاسود، وقالت اخيرا رجعت زي ما كنت الحمد لله على سلامتي. الفنان احمد جمال نشر صوره سيلفي اخذها ليه واحد من معجبيه على تويتر، وكتب وقال له على كوبري اكتوبر واحدث صيحات السيلفي من العربيه للعربيه، حبايبي والله ربنا دي من محبه. الفنانه ديانا حداد نشرت صوره لمنتخب الامارات على تويتر، وكتبت تغريده بتقول فيها الف مبروك فوز منتخب الغاليه الامارات في التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم، منصور يا الابيض منصور. بريك وهنرجع نكمل باقي فقراتنا في ارب.
انتهت من ايام حفلات محكة القلعة ضمن مهرجان محكة القلعة للموسيقى والغناء، واللي بدأت فعالياته يوم 17 أغسطس وضمت 33 حفل غنائي لعدد كبير من نجوم الأغنية. كاميرا أرابوت حضرت معظم حفلات المهرجان وقابلت عدد كبير من نجومه، ومن بين الحفلات اللي غطتها للمهرجان حفل الفنانة الشابة مروة ناجي، واللي شارك عدد كبير جدا من جمهورها في الحفل. علي صوتك علي صوتك محكة القلعة مش بس حفلة، انت بتحس ان انت وسط عيلة، مش بتغني على المسرح الكبير والمسرح الصغير والناس المنشئين وجايين يحضروا حفلة بشكل كلاسيكي، ناس النهاردة كل عيلة جايبة عيلتها وجايين ينبسطوا ويفرحوا، عشان كده يمكن النهاردة الألوان اللي لابساها شوية مفرحة أكتر. الفنانة مروة ناجي كان ليها تجربة مسرحية ناجحة جدا مع الفنان الكبير علي الحجار، وهي تجربة مسرحية بحلم مصر، وهي من تأليف نعمان عاشور ومن إخراج عصام السيد. كل كلمة اسمعها منك سكة للنور والسعادة، بس لسه عجول بنات راكدة في حضن البنات. حطي عجلك جنب عجلي قولي رأيي بدون حياة، الحياة شجرة ترعرع بالتكامل في الأراضي. انا كنت واحده من الناس اللي بيتفرجوا دايما على المشاهد في البيت، وما يعني اي مشهد ما يعجبنيش اقول ايه ده، ايه الممثله ده بتعمله، ده ممكن اي حد يعمل مشهد ده يعني ليه عامله وحش قوي كده. بس اتضح لي ان انا بجد التمثيل مش سهل، تمثيل صعب جدا جدا جدا، وانك تكون صادق في تمثيلك وانك بتكون بتأدي الشخصيه ده حاجه صعبه جدا 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 جدا. وسعيده بالتجربه وان شاء الله هتتكرر تاني كمان قريب. ومن بين الحفلات كمان اللي حققت نجاح جماهيري كبير خلال ايام مهرجان الموسيقى والغناء كانت حفله الفنان خالد سليم. النجم خالد سليم اتكرم في مهرجان عاصمة الموضة العربية عن تميزه في مسلسل مأمون وشركاه، ومنحته اللجنة العليا للمهرجان لقب أشيك فنان لسنة 2016. تفاعل الجمهور جدا مع خالد سليم خلال الحفل، بالذات انه بيحظى بشعبية جماهيرية كبيرة عند جمهور عريض من الشباب. الناس اللي بتيجي دي بتيجي عشان هي حابة الشخص وحابة أغانيه ومتابعينه وعايزين يشوفوه لايف وعايزين يسمعوا الأغاني اللي هم بيحبوها ليه هو. غير كده يعني لو طلبوا مني حاجات في النص كده ممكن أقدم لهم أغاني مثلا لعبد الحليم أو لعبد الوهاب للي هم يختاروا، فهي نوعية الأغاني واحدة بالنسبة لي، بس هو الجمهور هو اللي بتزوق طبعا. الليلة قبل الأخيرة من ليالي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 25 أحياها الفنان علي الحجار، وكمان أحيتها الفنانة رولا زكي، وده كان مع عدد من فناني أوركسترا القاهرة، وغنت مجموعة من أغنيات فرانكو أرب. الحصاد رائع، جمهور جميل جدا جدا، أعداد رهيبة موجودة، نجحنا إن إحنا نقدر نوصل أكبر كم متنوع من الفنون، وجمهور مبسوط وسعيد. يعني الحقيقة المرة السنة دي حاجة مميزة جدا جدا. أنا بقيس النجاح الحقيقة أولا بالقيمة الفنية المقدمة في الحفلات، طبعا الإقبال الجماهير ده مهم جدا، لكن قيمة الحفلات أنا بالنسبة لي كل يوم حفلة مهمة، كل فقرة بتقدم فهي مهمة جدا يعني. أما آخر ليلة من ليالي المهرجان فأحيا الفنان الكبير إيمان البحر درويش وسط حضور جماهير كبير ورفيع المستوى، فالأول مرة بيحضر وزير الثقافة حلمي النمة. الحضور الجماهيري ضخم وضخم جدا في هذا المكان، إلى درجة أن القلعة إحنا عاملين حوالي 6000 كرسي بيبقوا مملوئين كل ليلة، وفي أضعافهم موجودين، إلى درجة أن إحنا اضطررنا أن إحنا نعمل شاشات خارج القلعة علشان الجمهور اللي يجي يقدر يتابع ويشوف. هذا الجمهور الضخم جدا اللي جاء تابع الفن وتابع العزف الموسيقي وتابع كبار المطربين،
من أغنيات روسية وأغنيات معاصرة بيؤكد أن الأذن المصرية زواقة وأن الوجدان المصري الذي أفرزه أم كلثوم وعبد الوهاب ورياض السنباطي وسيد درويش لم يتغير، بل هو وجدان راقي ومتقدم ويتطلع إلى من يقدم له هذا الفن، وهذا دورنا كوزارة الثقافة ودورنا كحكومة. الفنان إيمان البحر درويش غنى في أول الحفلة أغنية أنا طير في السماء، وبعد كده غنى أغنية دينية. قابلناه في لقاء حصري ووجه الشكر كمان للفنان مدحت صالح واللي وافق على تغيير موعد حفلته واستبدالها معاه. أول حاجة بشكر أخويا وحبيبي الفنان مدحت صالح على إنه بدل معايا اليوم اللي كان المفروض أنا أكون فيه، لأن أنا كنت مسافر في هذه الفترة، فهو وافق فتفضل مشكورا إن هو وافق، فأشكره شكرا بالغ وأقول له كل سنة طيبة مدحت، وربنا يا حبيبي دي المعروف بينا بإذن الله تعالى. أقول لهم أنا بستنى الحفلة دي بفارغ الصبر، إن هي فيها حب ليس فيه تكلف، يا بيحبوك يا ما بيحبكش خالص. فرد الفعل بيبقى جميل، والعدد اللي انت شايفه قدامك ده بينم على مدى الحب ومدى انتظارهم لهذه الحفله، فانا الحمد لله ده كرم الله سبحانه وتعالى، فانا الحمد لله رب العالمين. بعد شويه لقاء حصري لكاميرا أرابود مع الفنان طلعت زكريا. ودلوقتي جه ميعاد اخبارنا العالميه، وهنبداها معاكم مع العد العكسي لشباك التذاكر عشان نشوف اعلى الايرادات للافلام. وهنبدأ بالوافد الجديد، وهو إعادة واحد من أشهر أفلام السينما بين هير، واللي كانت بدايته مخيبة جدا للأمال لأنه محققش غير 11 مليون دولار، والفيلم من بطولة جاك هيوستن وتوبي كيفن. في المرتبة الرابعة من حيث الإيرادات فيلم جديد، وهو فيلم الأنيميشن كوبو أند تو سترينجز. الفيلم بيحكي عن ولد صغير اسمه كوبو عليه أنه يحدد مكان درع كان أبوه المتوفي بيلبسه عشان يهزم روح الانتقام من الماضي. الفيلم حقق 12 مليون دولار عند عرضه لأول مرة، وهو من إخراج تريفيس نايت. فيلم وورد دوجز من بطولة ستيف لاندز ومايلز تيلر وجونا هيل، وفيلم قائم على قصة حقيقية بيحكي عن شابين من ميامي بيكسبوا عقد تسليح بقيمة 300 مليون دولار من البنتاغون لتسليح حلفاء أمريكا في أفغانستان. الفيلم حقق 14 مليون دولار عند عرضه في نهاية الأسبوع. في المرتبة الثانية بيجي فيلم الأنيميشن سوسج بارتي، واللي أدى الصوت فيه جونا هيل وكريستين ويج وسيث روجن، واللي حقق إيرادات 15 مليون دولار في نهاية الأسبوع. ودلوقتي وصلنا معاكم للفيلم حقق أعلى إيرادات في نهاية الأسبوع والتالت أسبوع على التوالي، وهو فيلم سوسايد سكواد، واللي أضاف 20 مليون دولار جديدة علشان تصل إيراداته لغاية دلوقتي ل 262 مليون دولار. الفيلم من بطولة ماجت روبي وجايت ليتو ولا سميث، وبيحكي عن مجموعة مساجين خطرين بيعقدوا معاهدة مع الحكومة عشان ينفذوا مهام شديدة الخطورة مقابل الحماية في السجن وبعض الامتيازات الأخرى. هنروح دلوقتي بريك ونرجع نكمل مع بعض باقي فقراتنا في أرابود. الممثل الانجليزي توبي كابل اتولد سنه 82 في يوركشير، وربته امه بعد انفصالها عن ابوه، ودرس كمان في مدرسه كاثوليكيه. I think I'm probably one of the coolest people on earth. وكمان هو مثل في بعض اروع الافلام في هوليوود، ابتداء من دوره كتاجر مخدرات في روك اند رول لمتسابق عربة شاب وقوي في الفيلم الناجح بانهر. I play Marcel Severus, a very ambitious young man. He really wants to show that he has an importance in the world. So he goes away to the military and comes back and what happens is the clash. كمان توبي بيطور مهاراته التمثيليه في اداء الحركات، فظهر بدور القرد الشرير كوبو في Dawn of the Planet of the Apes ودورتون في Warcraft. I know I'm being very bizarre and peculiar, but that's because I am. توبي هو نجم صاعد بالفعل، ومستنيين منه افلام جديده ومثيره في الفتره اللي جايه. اكد الفنان طلعت زكريا إن فيلمه السينمائي الجديد حليمه خرج فعلا من منافسة عيد الأضحى اللي جاي وهيتعرض بعد العيد. كاميرا أرابود قابلت الفنان طلعت زكريا في كواليس فيلم حليمه، وكشف لنا عن السبب اللي خلى فيلمه يخرج عن سباق الأفلام في العيد. ما أعتقدش، لأن لسه المراحل الفنية التانية بتاخد وقت كبير، المونتاج والمكساج والموسيقى التصويرية الحاجات دي بتاخد وقت، والعيد خلاص قرب، العيد يوم 11، فما أعتقدش إن أنا هلحق، احسن ان ننزل بعد كده. طلعت زكريا بيرجع للسينما من تاني بعد غياب 5 سنين بفيلم حليمه، واللي متوقع ليه انه يحظى بقبول جماهير كبير. حليمه زي ما انت شايفه كده ده بيشتغل موقف في الشواطئ، وعنده مبدا في حياته ان مش بس الاغنياء هم اللي يصيفوا، ليه الاغنياء بس اللي يروحوا مارينا ويروحوا الساحل ويروحوا الحاجات دي، ليه الفقراء ما يستمتعوش يعني. فهو عمل شاطئ خاص بيه اسمه شاطئ حليمه، فيه كل الخدمات اللي بتتقدم في الشواطئ الكبيرة بس بشكل مصغر وبشكل فقير شوية عشان الناس تستمتع بالصيف يعني. ده مبدأه ودي وظيفته،
ووارث وظيفة الإنقاذ دي عن أبوه أبا عن جد. بيمر بقى بمراحل كتير جدا في الفيلم، وبنكتشف إن أبوه سايب له ثروة كبيرة جدا هو مش عارف مكانها فين، لغاية لما بيروح يلاقيها في حتة بعيدة جدا، والحكومة بتكافئه وبتدي له شاطئ خاص اللي هو علشان يبقى للغلابة برضه. يعني احنا عايزين نقول ان برضه لازم الحكومة تدعم الغلابة في الشواطئ وفي كل حاجة، ما يبقاش المواطن القادر بس هو اللي قادر يسافر ويصيف ويعمل الحاجات دي. فيلم حليمو بيشارك فيه عدد كبير من الفنانين والفنانات، كلمنا عنهم الفنان طلعت زكريا وعن ريم البارودي اللي بتقدم دور البطولة قدامه في شخصية زنوبة. اللي انا بحبها في الفيلم زنوبة اللي هي ريم البارودي، بالرغم وهو دراميا انها المفروض اكبر منها في السن، وهي شايفة في حليمو ده الواد الجدع الاسكندراني، فهي حابة فيه ده مش عشان وسامته يعني ولا حاجة، لا هي حابة فيه شخصية الشهم الاسكندراني يعني. وبالإضافة ان اختها الكبيرة بتحبه كمان اللي هي دينا، لكن هو رايح مع ريم. معنا كمان نرمين ماهر عامل دور كويس جدا، عامل دور صاحبة ريم. معانا الأستاذ بيومي فؤاد العظيم اللي أنا بعشقه، عامل دور خالهم خال الزنوبة. معايا كريم أبو زيد عامل دور مفاجأة عليه، مش هحرقهول طبعا لأن دوره مفاجأة في الفيلم. معايا رامي غيط عامل الصبي بتاعي. معانا الأستاذ أحمد حلاوة عامل دور المعلم سناري، دور كبير جدا. معايا روان الفؤاد عامل دور ممرضة، دور مميز برضو. كشف لنا كمان الفنان طلعت زكريا عن التحضيرات للفيلم وعن كواليس الشخصيه اللي بيقدمها في الفيلم وهي شخصيه حليم. الفيلم ده انتاجيا انا فوجئت بصراحه بالانتاج، لان انا اتحذرت كذا مره من الانتاج بتاع الفيلم ده، وناس كتير جدا خوفوني، لكن انا فوجئت بتحضيرات. انا عامل في حياتي اكتر من 30 فيلم، ما فوجئتش بتحضيرات زي تحضيرات الفيلم ده. لقيت كل حاجة جاهزة، كل حاجة مظبوطة، كل طلبات بتطلب مجابة، كل ما يلزم الإنتاج متاح، كرو كبير جدا ورا الكاميرا، يعني الأسماء بس اللي ورا الكاميرا كديكور وكإضاءة وكتصوير أسماء مهمة جدا. أنا اسكندراني والشخصية اللي بلعبها اسكندراني، وأنا فاهم الاسكندرانية اللي بيشتغلوا المهنة دي بالتحديد بيبقوا عاملين إزاي. دايما تبص تلاقيه عامل دقنه وعامل شعره كيرلي بحكم الميه والهواء، طبعا مش دي، طبعا انا بشتغل بباروكه معينه، بيلبسوا الحاجات دي والحظاظات والسلاسل، الشورتات طبعا على طول لان دي شغلته على البحر، فانا دارس الشخصيات دي لاني اتربيت معاها. طبعا اللهجه السكندريه كانت من اصعب الحاجات اللي قابلت الفنان طلعت زكريا في فيلم حليمو، لكنه اتدرب عليها كويس عشان ما يقعش في مشكله زي فيلم ابو العربي مع اللهجه البورسعيديه. اللهجه الاسكندرانيه دلوقتي ما بقتش زي زمان، ما بقاش في فرق كبير قوي في اللهجه الاسكندرانيه ولهجه القاهريين، فرق بسيط جدا يمكن كلمتين هما اللي يحددوا لك ده اسكندراني او مش اسكندراني. كلمه جني لازالت لغايه دلوقتي بتتقال 50 جنيه 100 جنيه، وشاي بيقولوها شاي مفيش الالف، اي اسكندراني كده. خلاف ذلك بقى زمان كنت تشوف الافلام يقول لك طب اني لا مؤاخذه هنروح نجيبوه ونعملوه، ما بقاش فيه الكلام ده خالص، هم دول الثوابت. عشان كده انا براجع مع كل الفنانين اللي معايا التفاصيل الصغيره دي. واخد تجربه سينمائيه للفنان طلعت زكريا كانت فيلم الفيل في منديل واللي نزل من حوالي 5 سنين، كلمنا عنه وعن السبب اللي خلاه ما حققش النجاح المطلوب. ده كان له ظروف خاصه، ظروف الثوره، نزل بعد الثوره بثلاث شهور، نزل 2014. يا الثوره كانت كام؟ 2000 وكام؟ 2011. نزل شهر 6 2011، يعني بعد الثوره بخمس شهور، كانت الدنيا لسه مولعه يعني. بالذات انا كمان ارائي سياسيه ما كانتش عاجبه الناس، فحصل مقاطعة للفيلم ده. من ناحية تانية قرر الفنان طلعت زكريا تأجيل تصوير مسلسل الدرامي عيلة حاحا بسبب تصوير فيلم حليم. المنتج حب يكمله بس أنا كنت ربيت دقني استعدادا للفيلم، فما ينفعش أن أنا أعمل حاحا بالدقن، فقررنا أن نستنى بعد الفيلم وبعدين لما أحلق دقني نكمله.
كشف لنا كمان الفنان طلعت زكريا ان دور زنوبه واللي بتعمله ريم برودي كانت تعمله في الاول علا غانم، لكنها اعتذرت عنه لظروف شرحها لنا طلعت زكريا. وكشف لنا كمان عن النجمات اللي اعتذروا عن نفس الدور. مش دينا فؤاد بس اللي اعتذرت، دينا الشربيني كمان، ودينا فؤاد، وريهام حجاج، وميرهان حسين عن دور زنوبة. لان احنا كنا هنبتدي الفيلم ده في رمضان، وكانوا كلهم مشغولين في المسلسلات، وكلهم كلموني واعتذروا لان هم نفسهم يشتغلوا بس مفيش وقت خالص. كنا احنا تعاقدنا، وكانت علا غانم كمان، كنا احنا تعاقدنا مع علا غانم خلاص. قبل ما ندخل باسبوع حصلت الحادثه لعلا، ربنا يشفيها ويشفي بناتها. فجبنا ريم البارودي مباشره على الهواء، بس ده تطور اللي جم في شخصيات زنوبه. من بين النجمات اللي بيشاركوا الفنان طلعت زكريا البطوله الراقصه دينا، واللي اعلنت ان فيلم حليم اصابها بالارهاق الشديد، ورغم كده كانت سعيده جدا بسبب الصداقه اللي بتجمعها بالفنان طلعت زكريا. دينا اختي وحبيبتي، ودينا الوحيده اللي ما بتتاخرش عن ميعادها، رغم انشغالاتها مديه وقت كبير للفيلم ده. هي بني ادمه مخلصه جدا في شغلها يعني. بالاضافه لفيلم حليم، بيستعد الفنان طلعت زكريا لفيلم تاني مع بيومي فؤاد، وهو فيلم اسماعيل ياسين في الصين، واللي اتغير اسمه عن عروسه صينيه. طبعا مش اسماعيل ياسين بتاعنا. لا، انا طالع اسمي اسماعيل ياسين في الفيلم، يعني اسمي اسماعيل وابويا اسمه ياسين. ده انتاج حد برضه زي الاستاذ مدحت كده، حد بينتج لاول مره، وفي الغالب هتكون معايا انتصار والاستاذ بيومي فؤاد وروان الفؤاد. هيتم التعاقد معهم الايام دي لان لسه بعد الفيلم ده، وروان طبعا معانا بتعمل دور كويس، وفي بقى مجموعه ممثلين ثانويين كده. الفيلم كان اسمه عروسه صيني، انا ما عجبنيش الاسم عروسه صيني يعني. فانا بما ان انا اسمي اسماعيل، فقلت للمؤلف الاستاذ عمر الدكروري، قلت له نخلي اسمه اسماعيل وابوه اسمه ياسين، ويبقى اسماعيل ياسين في الصين، وهو فعلا بيروح الصين. طلعت زكريا كشف لنا كمان عن قصه الفيلم وعن الفنانه روان فؤاد اللي بتؤدي قدامه دور البطوله وهتقوم بدور العروسه. بيتكلم عن الومن رابر، الست الصناعيه. فواحد عمل مثال، عمل ست وحبها، وهو حبها من خلال ما صنعها هو يعني. فبياخدوا الست دي منه عشان يعملوها في الصين، بياخدوا الاختراع بتاعه ده ويخلوها واحدة ست اللي هي بتتنفخ زي البالونة كده. روان فهو بيحب العروسة دي، وبيفضلها عن مراته في أوقات كتير، مراته اللي هي انتصار. فبيقارن بين الاتنين، فبيلاقي ان العروسة تكسب، ملهاش طلبات، مطيعة، تسمع الكلام، فقال لك ده أحسن بكتير من إن الواحد يتجوز يعني. الفنان طلعت زكريا كان ليه تجربة درامية في شهر رمضان اللي فات من خلال مسلسل بس مباشر، لكنه ما حققش النجاح المطلوب. أنا يمكن ماليش حظ في الدراما شوية، يعني عملت مسلسل في رمضان اللي فات، عندنا 600 قناة ما تعرضش غير على قناة واحدة، مش عارف إيه السبب، ما نالش المشاهدة المطلوبة، اسمه بس مباشر. فأنا قررت إن أنا أبعد عن الدراما شوية وركز في السينما اللي انا بحبها. وفي اخر لقائنا مع الفنان طلعت زكريا، وجه تحيه لجمهوره بمناسبه عيد الاضحى، وكشف لنا كمان هيقضي العيد فين. كل سنه وانتم طيبين، وعيد اضحى سعيد عليكم جميعا. ويا رب اي حد بيكرهنا هو اللي يتذبح مش الخرفان. فانا عن نفسي هقضي الاجازه يمكن بره مصر، لاني هكون خارج من الفيلم تعبان. اتمنى ان كل واحد بيشوفني دلوقتي يستمتع باجازته، ينطلق يضحك. أرجوكوا اضحكوا، الضحكة هي سر سعادتنا. كل سنة وانتم طيبين، وعيد أضحى سعيد ومبارك عليكم. وبكده خلاص حلقتنا النهاردة خلصت معاكم بسرعة جدا، واللي شفنا فيها أهم الأخبار الفنية والحصرية. ميرسي يا شكرا ليك يا فاروق، شكرا لكل المشاهدين اللي تواصلوا معنا النهاردة. ما تنسوش تتابعونا على مواقع السوشيال ميديا، انستجرام، فيسبوك، وتويتر، ونقول لكم باي باي. سلام.